من الأقدم في الكويت؟ اليوم احنا قاعدين نجيب على السؤال إجابة علمية، بمعنى أقدم مو في الكويت، أقدم قرية بمسمى قرية في الخليج كله ومن أقدم القرى في العالم كله، هذه القرية في شمال الكويت اللي هي تعود إلى فترة العبيد. احنا في الصبية الآن في بحر واحد، هذا المكان بالذات واللي نقبوا فيه البلونديين واكتشفوا واحد من أقدم المؤسسات الاجتماعية للمجتمعات القديمة كلها، بمعنى ان هذا التصور المدينة اللي قاعد نشوف قرية، هي اول نواة لقرية عمرها 7000 سنة. لما كان عند الكويتين قرية في منطقة الكويت، قرية كان في اوروبا كلها ما في ولا قرية، هذه اقدم من كل اوروبا، من مناطق واسعة من العالم، من اقدم التجمعات الانسانية اللي صار فيها نوع من القرية. شلون عرفون هذه قرية؟ عملية البناء، يعني فترة العبيد موجودة بالسعودية، موجودة في الخليج كله، لكن الموجود في الكويت ليش مميز؟ لأن البولنديين اكتشفوا، الفرقة البعثة البولندية اكتشفت في المكان هذا مبنى المعبد. لو تشوفون مبنى المعبد تلقونه موجود على شكل دائرة، هذه الصخور المرتفعة مغطاة، طبعا الفريق البولندي مغطيها، وهذه الفرقة بحد ذاتها قاعدة تقول إن هذا أقدم مؤسسة دينية مربوطة وموقفة بهذه الطريقة. في الإضافة إلى ذلك، إنه الصخور اللي لقيناها والمواد اللي لقيناها أو اللي لقوها الفرقة التنقيبية، ستجد هذه أدوات حادة سمحت للإنسان إنه يقطع ويشتغل، وأيضا هذه من الفخار المحلي، بس هذا الفخار هو الفخار العراقي المستورد، بما يعني إنه كان هناك تجارة، كان هناك قرية، كان هناك بيوت في هالمنطقة. أيضا اكتشفوا غرف صغيرة، هذه الغرف صغيرة تعكس حالة أن هناك قرية، هناك مجتمع، مؤسسة دينية، بيوت، وهذه البيوت لها فيتشر أو علامات مميزة تجعلها تعكس نشأة أو بداية الحضارة والتجمعات في منطقة الكويت. وهذه أقدم نجمعات 7000 سنة، إذا تكلمنا من الأقدم 7000 سنة هي الأقدم في المنطقة. طبعا عندنا الإنسان الحجري قلنا 13000 سنة في البرقان وفي مناطق ثانية العصر الحجري موجود، بس هني لا، مجتمع وقرية هذا موضوع ثاني، موضوع أكثر من مجرد إنسان متنقل.